إلى لبنان، حيث تنطلق دورة الراحل فخري علامة والتي يحتفل بها مستشفى الساحل ونادي شباب الساحل يوم الاثنين 16 من تموز الجاري، وتفتتح الدورة بحضور أكثر من نادي لبناني على رأسهم النجمة والأخاء وشباب الساحل وغيرها من الأندية، وتشارك فيها 8 فرق، 7 منها من الدرجة الأولى بالإضافة إلى منتخب الحرس الجمهوري. وأنهت اللجنة المنظمة بتوجيهات من رئيسها الدكتور فادي علامة الاستعداد اللوجستي الهادف إلى إنجاح هذا المهرجان الكروي الذي يعتبر محطة تحضيرية أساسية لفرق الدرجة الأولى قبل انطلاق الموسم الكروي 2012-2013. للحديث أكثر عن انطلاقة دورة الراحل الأستاذ فخري علامة 6 بكرة القدم، انضم إلينا أيضا الإداري في نادي شباب الساحل الأستاذ فخري علامة. أستاذ فخري يعطيك العافية. اهلا الله يعافيك، مساء النور. مساء النور لك استاذ فخري. طبعا الدوره عم تنطلق للمره السادسه هالدوره، حدثنا بدايه كيف اليوم كان عندكم مؤتمر صحفي صباحا، كيف كانت كل التحضيرات المؤتمر الصحفي ابرز ما جاء فيه حول الدوره اللي رح تنطلق يوم الاثنين؟ بدي بس صحح لك شغله صغيره، هي الدوره الثامنه بتكون. انطلاق الدوره الثامنه. الصبح الساعه 11 كان عندنا مؤتمر صحفي اطلقنا فيه الدوره. اللي بتضم مجموعتين من الانديه اللي هن نادي النجمه ونادي الصفا والعهد. والاخاء الاهلي علي وشباب الساحل وشباب الغازي وفريق الحرس الجمهوري. الدورة بتكون بنظام الفريق الخاسر، يعني الفريق الخاسر بيطلع برة الدورة. المباراة حتنطلق نهار الاثنين بعد الافتتاح اللي رح يكون الساعة 5. الاثنين ب16 الشهر، يعني الاثنين القادم. حتكون المباراة الافتتاحية بين ناديين النجمي ونادي الإخاء الأهلي علي. المؤتمر الصحفي كان ناجح بوجود الزملاء الاعلاميين. بنتشكرهم وبحضور مشاركه بعض اعضاء الهيئه الاداريه من الانديه المشاركين. استاذ فادي، بعد غياب طبعا لبعض السنين للدوره اللي توقفت كثير من اهم الدورات اللي كانت تجمع الانديه، تتوقع هذه الدوره تاخذ ايضا منحى ايجابي شعبي، ايضا حضور جماهيري يوم الاثنين وبكل الدوره؟ طبيعي، نحن توقف الدورة كان بأسباب معروفة، هي الأوضاع الأمنية اللي سادت بعد حرب تموز وهالأمور هيدي اللي خلتنا نتأخر بالدورة شوي. السنة بتوجيه من دكتور فادي علامي رئيس مجموعة الساحل حب يعيد الدورة ونشاطاتها، فبصراحة ما تحضرنا قبل وقت كبير، بس الحمد لله يعني عم نلاحق قد ما فينا الوقت لحتى تكون على القليله بنجاحات الدورات السابقه. اللجنه المنظمه بتضم فريق كبير هلا. على راس الحاج جعفر حركي. ونحن ان شاء الله عم نبذل كل قصارى جهدنا انه ان شاء الله تكون ناجحه كمقدمه للدورات المقبله في السنوات القادمه، اللي بنطمح انها تكون على مستوى اعلى ان شاء الله وتشارك فيها حتى انديه اذا قدرنا عربيه. استاذ فخري، طبعا يعني الدوره يلي نتحدث عنها شباب الساحل النادي اللي حضرتك اداري موجود فيه، كيف ملاقي هلا تحضيراتكم قبل انطلاق الموسم او بعد الفريق ما تحضر من اجل خوض المباريات؟ لا، نحن قبل دوره بلديه حاره تحرك اللي بلشت قبل 3 اسابيع، عم بين اسبوعين، الحاج حمود عمل جهده انه استدعى اللاعبين وبلش بتحضيراته، وفريق الساحل مثل ما بتعرف يعني منا المره الاولى اللي بيتاخر فيها بالتحضير، بس ان شاء الله بنوعد جمهورنا انه بنكون عند حسن ظنهم، خاصه ادارتنا اللي متمثل اليوم برئيسها السيد سمير الدو، وكمان الملهم تبعنا هو الدكتور فادي علامي اللي بضله فوق راس النادي. واكيد الاستاذ جلال علامي عراب النادي اللي خبرته كبيره، فان شاء الله تحضيراتنا بتكون منيحه، وبنوعد الفريق ب
في نتيجة مميزة هالسنة. نعم. بالعودة إلى دورة الراحل فخري علامي، أستاذ فخري، أيضا الجوائز قرأنا بالصحف هناك جوائز ربما للدورة، هناك تحفيز للفرق من أجل أعطاء كل ما عندها في هالدورة. نعم. صراحة هي الجوائز رمزية ومعنوية أكثر من مادية، إنما حاطين مبلغ مادي، نحن رافضين للفريق الأول مبلغ مادي وللفريق الثاني الوصيف، وأكيد في الجوائز العينية اللي هي الميداليات والدروعة وكأس الفريق الأول. كمان عاملين شي نشاطات للجمهور اللي حيحضر من طنبولة وتوزيع هدايا وهالقصص هيدي اللي بترفه شوي، يعني هيدي افكار دكتور فادي علام اللي بحب دائما يشجع الشباب على حضور هيك دورات لحتى ان شاء الله نبعدهم قد ما فينا عن الافات اللي موجوده بهالبلد بهالايام هي. نعم. طبعا حضرتك نعم، طبعا حضرتك اداري ايضا بمستشفى الساحل اللي راح تكون ايضا لها دور كبير بهالدوره، خبرنا ايضا عن دور مستشفى الساحل بهالدوره وايضا عن تنظيم يوم الافتتاح، الحضور المتوقع الرسمي ايضا. مبدئيا مستشفى الساحل هي اكثر من صرح طبي، هي صرح بيعنى بكل الشؤون البيئيه والاجتماعيه والصحيه والرياضيه. مثل ما بتعرف مستشفى الساحل هي احد رعاة نادي شباب الساحل على فترة زمن طويل. نعم. ومثل ما قلت لك يعني النشاط الرياضي هو احد النشاطات اللي بنقوم فيها، في نشاطات ثانية بتعرف يوم صحي مجاني، يوم مكافحة المخدرات والتدخين. نعم. يوم تنظيف الشاطئ، نحن كل هالقصص بنشارك فيها، وهيدي كلها قلت لك بتوجيه من دكتور فادي اللي دائما بيخلينا نفكر ونحس انه المستشفى ما لنا بس دوره طبابه المرضى. نعم. هي دوره توعوي وثقافي يعني كمان واجتماعي. استاذ فخري، يعني طبعا انا وضم صوتي الى صوت حضرتك دعوه لكل الجماهير يوم الاثنين الساعه 5 للتواجد بملعب نادي شباب الساحل من اجل افتتاح ومشاهده الدوره بين النجمه والاخاء الاهلي، على امل انه نتمنى لكم كل التوفيق بهالدوره بكل الاعمال اللي عم تقوموا فيها سواء بالنادي او بمستشفى شباب الساحل. كلك ذو، شكرا لكم ولتلفزيونكم الكريم. شكرا لك الاستاذ فخري علامي. اذا بهذه المداخله مع الاستاذ فخري علامي الاداري بنادي شباب الساحل ناتي الى ختام هذه النشره الرياضيه لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.